كيعرفوش انه كنتقن بالفرنسيه وجا لعندنا عيقرينا باللغه العربيه وعمل مجهود جبار من اجل الترجمه الذاتيه للدروس وديك الشيء اللي قرا باش انه هو كيف جا عندنا قال لنا ودي رانا عندي التكوين الفرنسي ويصعب علي كيف اتعامل معكم باللغه العربيه بالنسبه لان لمنحيه ديال الكلمات اللي كاينه يعني تكنولوجيا علميه محضه نحاولوا اننا نعرفوها ونخدموا مع بعضياتنا. وكنشكروا بزاف لانه ديك الفتره هذيك كان كيتعامل معنا كتلاميذ كي بحال اصدقاء. ما كانش ديك السلطه ديال الاستاذ، هو الاستاذ اللي كان عنده ملي كندخلوا القسم كيدخل جميع التلاميذ فرحانين مسرورين ديك الحصه، ما كانش عندهم ديك الحصه فيها شي خوف او لا، بالعكس كان الكل كيدخل مندفع فرحان خصو يقرا. والحمد لله راه واحد يعني الاخوه اللي كانوا بروموسيون ديالي يعني تقريبا كاملين يعني بفضل هو ومجموعه ديال الاساتذه، لان كانوا ديك الساعات الحمد لله الخطابي كانوا جاهم جاونا مجموعه الاساتذه كانوا يعني اول مره كيتعينوا في المؤسسه وعملوا معنا مجهودات جباره وصلونا للثانوي. والاخوه اللي وصلوا للثانوي وصلوا حتى للجامعي، كاين دابا حاليا اللي منهم دكاتره يعني واللي هما مثلا اساتذه الى غير ذلك. فلهذا انا كنشكر اولا الشبيبه الاتحاديه على هذا التكريم، وكنقول السي عبد الفتاح هذا التكريم هذا يعني فيه اش غنقول لك، لان شنو ما قلنا راه ما نوصلوا لحتى والو، لان كما شفنا في هذا اول حاجه هو مناضل على المستوى ديال التربوي هو الاول يعني التعليمي ثم الانشطه الجمعويه.